أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول في سؤاله الثاني: إذا تاب الإنسان عن عمل التصاوير فما هو الواجب عليه فعله؟ الواجب عليه أن يتلف الصور التي عنده. إذا كان عنده صور صنعها أو رسمها فإنه يبادر بإتلافها، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدع صورة إلا طمستها، فيبادر بإتلافها والتخلص منها، ولا يجوز له بيعها وهي محرم. نعم.